بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة ورحمة ومغفرة. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد معكم عبر هذه القناة المباركة إن شاء الله تعالى. معنا في الاستوديو ضيف البرنامج الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد، السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم، حياكم الله، حياكم الله، تقبل الله جزاكم الله أعمالكم بالخير. أجمعين إن شاء الله، شكرا جزيلا. إذن على بركة الله إن شاء الله تعالى راح نبدأ باستقبال مشاركاتكم وطرح أسئلتكم ومداخلاتكم بعد 10 دقائق من الآن أو يزيد على ذلك بدقيقتين بإذن الله تعالى. الأرقام راح تظهر أسفل الشاشة، أما اللي يريد يبعث برسائل صوتية فهذا يكون من خلال تطبيق المجيب أيضا اللي راح يظهر بعد قليل، الكود الخاص به أسفل يمين الشاشة، بإمكانكم أن توجهون كاميرا الموبايل عليه وإن شاء الله تدخلون وترسلون رسائلكم. أما الاتصال فبشكل مباشر على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. سيدنا، نحن أمام يعني بداية عام دراسي جديد، وهناك مرحلة جديدة على شبابنا، على أبنائنا أخواننا، اللي هي مرحلة الدراسة الجامعية. ناس خلصوا كل السنوات السابقة بوضع معين راح يدخلون لوضع جديد، فارتئينا أنه نطرح هذا الموضوع على حضرتك حتى توجه لهم النصائح والتوجيهات اللي تجدها مناسبة في هذا الشأن. تفضل. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على الله. في واقع الحال الإنسان يمر بأدوار في حياته، نعم، دور الصباوة والطفولة، ودور على أي حال التنشئة التي في واقع الحال ما بعد 7 سنوات، نعم، إلى 14 سنة، هي مرحلة نسميها مرحلة النمو والنضوج، نضوج القوى العقلية والإدراكية بالنسبة لا. إليه، حتى يصل إلى سن 14، ما بعد 14 سن البلوغ والتكامل، التكامل الجسدي والتكامل العقلي. نعم. وهذه الأدوار في واقع الحال كل دور وكل مرحلة لها ظروفها ومتطلباتها من ناحية الشرعية ومن ناحية الاجتماعية والقانونية أيضا. نعم. قانونية بهذا المعنى أنه الحدث والطفل القانون يتعامل معه غير البالغ، والبالغ يتعامل معه القانون غير الذي في واقع الحال وصل إلى السن القانوني. هذه كلها لها ظروفها وأحكامها ومتطلباتها. نعم. الشاب الذي قضى 12 سنة دراسة في الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، لا إشكال ولا ريب ظروف هذه الدراسة بالأعم الأغلب، أتكلم ليس بشكل عام، العام الأغلب أنها دراسة في محيط ذكوري غير مختلط، أو أنوثي غير مختلط، أو أنوثي غير مختلط. وتعرفون أن هناك مناطق للأسف الشديد في بلادنا، هناك مناطق فيها الاختلاط في المرحلة المتوسطة والإعدادية التي هي جدا خطيرة، ولكن يعتذرون المتصدين على أنه قلة إمكانيات وقلة على حال فرص. نعم. ولكن بشكل عام أتكلم أنه هذا الاختلاط الجديد الذي سيكون بالنسبة للطالب المقبول في الجامعة الذي هو في مرحلة جديدة من مراحل حياته ونقلة جديدة، تقريبا من عمر 18 سنة 18 سنة اللي هي في واقع الحال أوج سن المراهقة، نعم، هنا أعتقد والله العالم أنه سيدخل في معترك جديد وعالم تختلف كثير من ظروفه مع العوالم اللي كان يعيشها بالطفولة والصباوة وعلى حال والنشأة. نعم. هذا العالم عالم يسمى عالم المراهقة، الذي من أخطر ما
مراحل الشاب والشابة من أخطر مراحله. من أي جهة؟ جهة أنه شيئا فشيئا يحس بالاستقلالية، وهذا له عليه حال إيجابياته وله سلبياته. ومن المميزات أنه يعيش حالة من الإثبات وجود وإظهار إظهار ذات، حسب تعبيرنا نوع من ال شو يسموه أنتو، حالة من التميز والتمظهر. هذا التميز والتمظهر يجعل الإنسان يهتم اهتماما كبيرا بهذه الأمور، مظهره كيف، ملابسه كيف، شكله كيف، خصوصا وهو يعيش مع شباب زملاء له أيضا هم يعيشون هاي حالة التسابق، تسابق في التمظهر. يعني شلون يصير مظهره جميل وملفت ومريح ونفس الوقت مغري بالنسبة للآخرين. هذه كلها تلعب دورا كبيرا في في أسميه تهذيب، كلمة شوية يعني قديمة، في صهر، يعني أن كيف يحتك هذا الشاب ويتجاوز كل هذه الاحتكاكات وهذه الابتلاءات. ليثبت وجوده في النهاية، يطلع بنتيجة. شون يطلع بنتيجة؟ إما لا سمح الله، إما لا سمح الله أن ينزلق انزلاقا فاضحا كما هو الموجود الآن ونشوف، وكثير من الحوادث والقضايا والقصص، ولا يمر يوما علي إلا وأتلقى رسائل كثيرة من هذا الصنف، فيه مشاكل عاطفية ومشاكل اجتماعية وشرعية. وهذا وضع أنه انزلاق الشاب، أو أنه يحافظ على نفسه، الحالة إن صح التعبير، الحالة التمانعية، الحالة الدينية، الحالة المجاهدة، مجاهدة النفس. وهذه للأسف الشديد هي حالة قليلة وليست يعني ليست هي الأغلب. طيب، فالشباب في هالشكل صورة، يعني هالشكل حالة، أنت أيها الشاب ستدخل إلى الجامعة وعندك نوع من النوازع، وهناك إرادات وهناك رغبات وهناك إغراءات وهناك وهناك، أنت كيف تتصرف؟ إحنا قاعد نحكي الجنسين الآن سيدي. بلي، مع الجنسين، الشابة والشاب. فهنا حسب تعبيرنا شو يسموه بيت القصيد، شلون أنا أقدر أحافظ على هويتي، أقدر أحافظ على شخصيتي، على ديني، وعلى رضا الله سبحانه وتعالى. طبيعي الشباب على قسمين، الشباب والشابات على قسمين، من يهمه أمر الدين ومن لا يهمه أمر الدين. إحنا كلامنا في واقع الحال مع كل الشباب أنه أيها الإخوة حافظوا واهتموا بأمر دينكم. فالله سبحانه وتعالى على حال في النهاية سننتهي، سنموت ونواجه حساب، فاهتموا لأمر دينكم، اهتموا للأمور المعنوية والتهذيبية والروحية بالنسبة لشخصيتكم، كما تهتمون للأمر المادي والمظهر وعلى حال والإمكانيات المادية، اهتموا بالقضية الروحية. وأنتم أشد حاجة لهذا الاهتمام. ليش؟ لأنه احتكاككم مع الطرف، احتكاككم مع الزملاء والزميلات يستدعي أن تكونوا على حسب تعبيرنا على نوع من المواجهة والتحدي للشيطان الذي هو ثالثكم في كل مكان. القرآن الكريم والروايات الشريفة حذرت المؤمن من أجواء الشيطان. البيئة، أنا أسميها البيئة. البيئة تلعب دورا كبيرا في تربية الإنسان أو في على حال سقوط الإنسان. البيئة إذا كانت صالحة فتساعده، وإذا كانت سيئة فتساعده. فالأسرة المحترمة المؤدبة المحافظة لا إشكال ولا ريب تساعد هذا الشاب على أن يكون مؤدبا ملتزما. والعكس بالعكس، العائلة المبتذلة لا يخرج منها إلا
مبتذل ونكد. إلا من رحم ربي. بلا إشكال، الأحسنتم إلا من رحم ربي. هناك عوائل مبتذلة يطلع شاب جدا، وهذا أمر على حال موجود. شخص في الحلقة السابقة سيد إذا تذكر أحد الاتصالات. أحسنتم أحد الشباب بني أحسنتم. فشوفوا في واقع الحال هذا الجو، رب العالمين يقول أنتم في امتحان وأنتم في ابتلاء، كيف تحافظوا على نفسكم، على دينكم، على ثقافتكم، على هويتكم؟ لا تقول لي سيد الكل هالشكل، الكل لطيف، الكل يهتم بمظهره، الكل يهتم بكذا. أنا ما أقول تعال أنت أطلع مخربط المظهر، لا، الله جميل يحب الجمال والتجمل شيء طيب، ولكن ألا يكون التجمل والتمظهر والتأنق على حساب شنو؟ على حساب الأخلاق والآداب. نعم. أخلاقي لا أفقدها، لا أتجاوز، لا أطلع عن حدودي، لا أحاول أنه أخالف ربي مع الجمال والأناقة، لا إشكال في ذلك، بس لا يكون هو الأساس. اعلموا أيها الأصدقاء، أيها الإخوة، يا أولادي، هم أولادنا في الواقع. أنا أولادنا الآن هم تدريسين في الجامعة، يعني أتكلم معهم هم أولادنا يعني. شوفوا أولادنا يا حبيبي، أول ما تدخل الجامعة خلي أمامك هذا الشعار، أني دخلت للتعلم، للتعلم والتقدم والمهنية وما إلى ذلك. أنا جيت حتى أتربى، أتربى في الجانب العلمي والجانب التقني والجانب على حال العقلي، مو جاي هنا أنا على حال أسوي استعراضات. هذه لو تخليه في بالك، ستبقى الجامعة هي منتدى علمي وليس منتدى لل شو يسموه أنتو استعراضات، مو طيب شو يسموه، هم يسموه استعراض أو شيء اسمه على حال عرض أزياء. عرض أزياء، أحسنتم، عرض أزياء. لا، ليس عرض أزياء، أنا جاي هنا أنا أدرس. أما أنت تهتم بعضلاتك وتطلعها وتلبس قميص مثل كذا حتى تبرز العضلات، هذا مو مناسب الإنسان المثقف، إنسان يريد العلم وبكرة يريد على حال يساعد مجتمعه ويربي مجتمعه. ما نجده في الاحتفالات التخرج في بعض الجامعات ما يندي الجبين إنصافا، يعني جدا مخجل. وهذا نتيجة هذا البداية الأولى. أحسنتم. هذا الاحتفال الغلط، هذا الحفلة الختامية الغلط، هي نتيجة البداية الغلط. بداية الغلط. فتعالوا يا شباب حتى لا تكون نتيجتنا غلط، حتى نفكر ببدايتنا أن تكون بداية صحيحة. طيب سيدنا، الشاب اللي بهذا العمر اللي حضرتك ذكرته، عمر من 18 إلى 22 ربما في الدراسة الجامعية، هذا لما يمشي صح ويلتزم ويكبح غرائزه، صحيح، أكيد له من الحسنات والثواب وأجر رب العالمين غير اللي بالأربعين وبالخمسين وبالستين. بلا إشكال، يعني كما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما يمدح شباب آخر الزمان، شباب آخر الزمان، ومن سيواجه الشيطان والمغريات، هو في الواقع يتأوه عليهم ولقياهم، وبعدين يصرح الرسول الأعظم أن شباب آخر الزمان هم أفضل من أصحابي الذين هم حولي. اللي أصحابي يعترضون يقول يا رسول الله نحن أصحابك، يقول نعم أنتم أصحابي، لك أولاك أخواني، إخواني آمنوا بي، آمنوا بي ولم يروني، وأطاعوني ولم يسمعوني. نعم. ويبدأ يتكلم عنا إحنا اللي نعيش هذا العالم الإغراء، وعالم في واقع الحال عالم المباراة والتسابق في الإغراءات، والحالة صافا ما أسميها إلا السقوط الأخلاق. أحسنتم سماحة السيد على هذه الإفاضات النافعة، شكرا جزيلا لجنابكم. وأمنياتنا ودعواتنا لإخواننا الكرام طلبة الجامعات بإن شاء الله عام مليء بالخير والتقدم الدراسي وما يرفع رأس الأهل إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا سيد. اللهم آمين. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخواننا الكرام مشاهدي هذا البرنامج. الاتصالات تكون من خلال أرقام البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة، تتفضلون تتصلون إن شاء الله سماحة السيد رشيد الحسيني هنا يجيب على أسئلتكم ومداخلاتكم بإذن الله تعالى.
وأيضا بإمكانكم أن ترسلون الرسائل الصوتية مثلا من خلال تطبيق المجيب أيضا اللي ظاهرة أو نعم اللي ظاهر الرمز الخاص به أسفل يمين الشاشة بإذن الله تعالى. طيب نأخذ أولى المشاركات. كنترول نأخذ أولى المشاركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة صوتية. سيدنا أنا أشتغل محامي، فتعرف الموظفين فتواجهنا دائما مشاكل إنه الموظفين يبتزوننا يسوون لنا مشاكل يأخرون بعملنا، فنضطر نمضي ما أدري نسميها رشوة، المهم فنحافظ على شغلنا بالضبط، فنضطر نمضي، وإذا ما نمضي يضيعوننا هواي أمور، يعني الساعة يضيع لك معاملة كاملة، مرة يضيع لك سنة، مرة يضيع لك ورقة مهمة بالمعاملة. فالحل الوحيد انه نمضيهم، شنو حكم معاي؟ شكرا للأخ الكريم المحامي على رسالته، تفضلوا سيدنا. عفوا ما فهمت. هو محامي سيدنا. نعم. يقول احنا من ضمن شغلنا ناخذ معاملات المواطنين ونمشي بها. زين. فأحيانا نضطر حتى ندفع هو سماه رشاوة للموظفين حتى يمشون شغلنا، لأنه مرات يضيعون لنا سندات، يضيعون لنا مستندات مهمة، فإحنا ننطيهم فلوس حتى يحافظون على عمل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني في الواقع هذا الأخ يعني كوكيل، يعني المحامي هو وكيل. نعم. وكيل طرف حتى يمشي معاملته أو قضيته، لما يشوف أكو طرف آخر اللي بيده تنظيم هذه الأمور، يعني اللي يسموه موظفين محكمة أو نعم. هؤلاء في الواقع إذا كان بيدهم الأمر هذا، إذا مشوا يمشي، إذا ما يمشوا فهذا يخلوه يدور بين غرفة وغرفة والحق يضيع. مو شكله. نعم. أحسنت. هنا في واقع الحال تأتي قاعدة الاضطرار. قاعدة الاضطرار شو يقول؟ إن الإنسان إذا اضطر لشيء، اضطر لشيء، أنا ما عندي وسيلة وما عندي طريق إلى أن أصل إلى حقي وأصل إلى مطلبي وأنتهي من مشكلتي الإدارية أو القانونية، إلا أنه هذا الموظف التعس، هذا الموظف الفاسد، أن أعطيه ما يريد، شو أسوي؟ هذا من باب الاضطرار. هنا في الواقع كما ورد في بعض الروايات عندنا أنه يقول للإمام، يقول له مولاي هؤلاء عمال بني العباس، هؤلاء يطلبون منا المال لأمر، الإمام يقول إذا كان ولا بد فأعطهم، فلا يكون ذلك في قلوبهم إلا نار أو في بطونهم إلا نار. نعم. أنت أنطي ولكن لا ترضى ليكون حراما في جيوبهم. فمن باب الاضطرار تأتي قاعدة اضطرار تعطيك هذا، ولكن لا يكون، يعني إذا عندك يا أخي المحامي، إذا عندك وسيلة تسمى بالمحكمة الإدارية أو تسمى بمحكمة الانضباط الإداري، لابد أنت تروح شنو يعني حسب تعبيرنا نروح للوسائل الصالحة، الوسائل الصالحة، لأنه أنت لما تضطر شو تقول للرب العالمين؟ يا رب العالمين ما كان عندي طريق، بس الله إذا قال لك كان عندك وسيلة وهي النزاهة أو تبليغ على الموظف الفاسد، محكمة الضبط الإداري، ليش ما رحت؟ رب العالمين أيضا على حال قد يؤاخذنا. وليس كل من يرفع شعار الاضطرار فإنه مضطر، لابد أن هو يحقق موضوع الاضطرار. موضوع الاضطرار شو نحققه؟ كل الوسائل أستنفذها بعد ما قدرت، وهذا واحد حسب تعبيرنا فاسد، ما يمكن أن يمشي الشغل إلا بأخذه. على حال لا أشكال فيه. أحسنتم سيدنا، إن شاء الله الأمر صار واضح للأخ الكريم المحامي المتصل أو صاحب الرسالة الصوتية. عندنا مشاركة الآن، من منو؟ مشاركتنا اتصال هاتفي له رسالة صوتية. زهراء أختنا الكريمة تفضلي، اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو، بس انا عندي سؤالين. السؤال الاول مباشر لان ما عندي تلفزيون. السؤال الاول اذا الانسان ابتلي فقد عزيز، نعم، وبقى هذا الانسان يردد يعني يقول له يا رب انت ليش مثلا ابتليت باخذ هذا العزيز، وبقى انسان ثاني ظالمني مأذيني، هذا يوم القيامه الانسان الى اجر على هاي المصيبه لو بعد احبط اجره؟ هذا الكلام. طيب هذا السؤال الأول صار واضح، تسمحين لنا بس تسمعين الجواب عليه حتى تطرحين السؤال الثاني، لأن تقول ما عندنا تلفزيون. شوفي بابا، إحنا مأمورين بالصبر، مأمورين بالصبر. نعم. الإنسان لابد أن يصبر ولا بد. نعم. أن يحتسب أمر إلى الله. نعم. وكل هذه النتيجة اللي وقعنا فيها وهو فقدان العزيز، فقدان، هذه نتيجة طبيعية للبشر أنهم سيموتون،
ورسول الله صلى الله عليه وآله أعز الخلق قد مات، هذا أمر طبيعيا، ولكن أن نصل إلى نتيجة أن نشكو الله، نشكو الله ما يصير. أن تشكو لا، الشكوى نعم أنا أبث همي وغمي إلى الله وحزني، ولكن أن أقول ليش أنت هيك سويت، ما شفت غير هذا، اعتراض سيدي، اعتراض على الله، هنا نقد في إشكال شرعي إنسان لابد أن يبتعد عنه حتى لا يروح أجره على المصيبة. طيب سؤالك الثاني أختي زهراء، إذا كان هذه الإجابة واضحة لحضرتك. إيه بعد السؤال الثاني، صحيح أنه أرواح المؤمنين تجتمع كلها في وادي السلام، يعني حتى لو كانت في أماكن متفرقة وبعيدة؟ شكرا جزيلا، تفضل سيدنا. أشكرك. في شوفي بابا، أكو روايات على أنه المؤمنون سينقلون إلى وادي السلام، والفاسقون والفجار سينقلون إلى وادي كما يقول وادي براهوت. هذه في واقع الحال روايات موجودة، ولكن أنه كلهم سيجتمعون هنا، طبيعة الحال الأرواح كلها عند ربها، الأرواح كلها عند على حال عند عزيز المقتدر، على أنه تكون في هذا الوادي أو مجتمعة بنحو حتمي، نرجو ذلك. هذه روايات موجودة، أما هي قضية حتمية لكل حالة قد تكون هناك على حال أحكام خاصة، قد بعض الأشخاص مؤمنين ولكن لم ينقلوا لبعض القضايا التي كانوا ماذا يختلفونها، فنسأل الله لهم الرحمة ولا نفكر في هذا الأمر. شوفي أختي أنت شوية تفكرين في قضية موت أحد الأعزاء، ما أخذ حيز من اهتمامك. حاولي أن تعملي على صعيدين، صعيد الأول أن تعملي الخير إلى تصلي له، تقري له القرآن، تطين صدقة عنه، تطين خيرات عنه، هذا أمر مهم جدا ويأثر عليه بشكل كبير. أمر الثاني أن أنت تعملين على حال على أن تكوني على مستوى عالي من العمل الجدي لإرضاء الله سبحانه وتعالى، تكون هذه حسب تعبيرنا جرس إنذار إلي أنه يوم الأيام هذا راح وراح يوصل نوبتي، فلا بد أن أكون على مستوى عالي من الرضا الإلهي لأن أتلقى الموت وأنا في حالة مريحة. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا على هذه الإجابة. طيب عندنا مشاركة أخرى، اتصال له رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت. أنا عندي سؤال. نعم. مو سؤال، مشكلة. عند بنية أحب أنها أريد أخطبها وأتزوج على سنة الله ورسوله، بس أمها معارضة. معارضة، مو بس أنا معارضة، أي واحد اللي تقدمها تعارضة علي. أنتم شوفونا شنو الحال مالها. من اللي عارض؟ هاي رسالة صوتية سيدنا. من اللي عارض؟ أمها سيد. هي لو أمها. أمها. تقول مو بس أنا، أي واحد يتقدم لها تعارض أمها. في واقع الحال أخي الكريم، بغض النظر عن أنت تريدها أو ما تريدها، الفتاة وليها، ولي النكاح هو أبوها. ولي النكاح أبوها، يعني أمر النكاح والزواج بيد الأب أو الجد الأبوي، يعني أبو الأبو. أبو الأم أيضا ما إلى دخل، والأم ما لها دخل. نعم أخلاقيا يعني يسمعون كلامه، ولكن شرعيا ليس للأم ولاية في تزويج ابنتها. إذا تقول هذه الأم سيدة متعسفة ما تقبل واحد يتزوج بتها، بس لو تحبها لو تكرهها لو تريد تستفيد من عندها، هاي موظفة تأكل رواتبها مثلا، هنا تقدر الفتاة إذا كانت على حال والدها ما موجود، إذا والدها متوفي تقدر تزوج نفسها بدون رضا والدتها. ليش؟ لأنه هذه متعسفة، الأم المتعسفة أو العم المتعسف أو حتى الأب المتعسف، حتى الأب إذا كان يمنع الفتاة وابنته البالغة الرشيدة يمنعها من الكفء لها، يعني من خاطبها وهو كفء لها، فأيضا تسقط ولايته. طيب سيدنا، إحنا بدنا نوضح الأمر الآن للشباب حتى ما يلتبس عليهم. البعض يعتقد بمجرد أنه هو قابل للتزويج أو موافق على هذه الزيجة مثلا، فيعتقد أنه أبوه متعسف. مرات لا، الأب هو يريد مصلحته، أحسنتم، بس ينظر من منظار مختلف. شلون نميز بين هذا وبين الأب المتعسف؟ أحسنتم. شوفوا متى نفتهم أن هذا الأب مو طبيعي، أب متعسف وحسب تعبير القرآن الكريم قد عضل ابنته، عضل يعني منعها من الكفء. شلون نقدر نفتهم؟ نعم. اللي الآية تقول فلا تعضلوهن،
فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن من الكفء. زين شو نفتهم؟ واضح، اجى الخطاب خوش رجال منعه لحجة، اجى الخطاب الثاني منعه لحجة، حجة غير مقبولة، لا الأعمام مقتنعين لا الإخوة مقتنعين. يقول أبونا شو ما أدري شو، حسب تعبيرنا تبريره مو مقبول. يبين هذا على حال متأسف. المتأسف لما يجي واحد وبنته الآن وصل عمرها، عمرها الآن 25 سنة أو بعش تريد، عمرها الآن 20 سنة وجاي يجي عليها والناس خوش ناس، وهذا يقول لا أنا أريد تتوظف، هذا مو دليل توظف، وظيفة مو دليل، أو أنه حتى يكون عنده فلان شيء وكذا. فنفهم من عدة، حسب تعبيرنا عدة تجارب تصير، يعني حالات تصير وهو ما إلى تبرير صحيح، نفهم على أن هذا إنسان مو لأول وهلة، والله أريد فلان وإنت ما تطلني هذا، أنت خوش مو خوش، لا مو هالشكل. هي قضية حسب تعبيرنا قضية موضوعية، دراسة موضوعية. أحسنتم سيدنا. نأخذ مشاركة أخرى. وليد ويانا متصل. وليد تفضل يا وليد. شلونك سيد عيني؟ شلون صحتك؟ حياكم الله يا اهلا وسهلا. بس عندي سؤال بدك لسه سيد حبيبي. تفضل سؤالك اخويا. فدوى قلبك. بس انا قدمت على اثنين. نعم. شيخ شيعي ما انطوا لي، شنو السبب مالتهم يعني؟ انت قاعد تقول شيخ شيعي ما انطوني، السبب واضح يعني. ها؟ انت قاعد تقول لي ان شيعي ما انطوني. اي يعني شنو السبب؟ يعني هسه شنو الفرق بين الشيعي والسني؟ وشنو الفرق؟ هذه لازم تسالهم الهم. سألتهم كلهم موافقين إلا لأنهم عاقلين الجماعة. شكرا لك يا وليد، تحية بل عفوا يعني كمل عندك كمل سؤال آخر؟ كمل بس أشوف السيد يعني شنو معنى جواب. شوف حبيبي واضح، حبيبي وليد سد التليفون اسمعني من التلفزيون. شوف حبيبي شوف حبيبي وليد، هذا الجواب أو هذا الموقف لا ينم ولا يكشف إلا عن شيء واحد، وهو الحالة الطائفية. يعني الأب طائفي، طائفي يعني هذا يحاول أن يحكم طائفته في تصرفاته. في حين إذا خوش ولد ومتدين ومهذب وخلوق وحباب، خو رسول الله قال من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وين المشكلة؟ يقول لا أنا الدين هذا ما أقبله. فأنت على حال عندك مشكلة مع ولاية أمير المؤمنين، هذا على حال مشكلة. فالتربية للأسف التربية الدينية في بعض العوائل تأخذ منحى، هذا المنحى الذي يرفض الآخر، وهذا خطير إنصافا. هذا تعسف سيدنا. بس ما أدري، ما أقدر أقول هذا تعسف، ولكن في النهاية البنت إذا كانت ترى أن أبوها يمنعها من كفء هو في واقع الحال وليس لشيعيته أو لمذهبه تبرير واضح، فيمكن أن تقول أنه أنا ما أقبل ولاية والدي. هذه حالة على حال يمكن هي تدرسها، مو أنه حالة طبيعية. أحسنتم سيدنا، وتحياتنا للأخ وليد، والله إن شاء الله يرزقه بالزوجة الصالحة بإذن الله تعالى. آمين. أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو سؤالك أختي؟ آمين. أنا تزوجت رجال عنده 7 رجال وهم يتامى. نعم. فعندي طفل عمره 3 سنوات فيهم. نعم. وكيف تكرم يغلط ويصير ثاني جاي أخوفه يعني وأضربه وخايفة من هذه كله لحرام. عمره 3 سنوات. 3 سنوات وأضربه وخوفه إني إحنا نريد ينشغل غير طريق الطفل ما جاي وكي. انت جربتي تبطيل الحنان والعطف اللي فقده من امه حتى تشوفين شنو ردت فعله بدل الضرب والصياح؟ يغير اسلوبه ترى، بس الاب لاعب بالسالفه كذا ما يخليني ادب الطفل يعني ماشي لا اذا لنا زياده اقول له الطفل هو ما يصير. جيد، انا ما اريد اخذ غير دوري، بس اقول احيانا العطف والحنان والتعامل بامومه مع الطفل يجيب نتيجه اكثر من الضرب، بالذات عمر 3 سنوات. وانا الضرب عموما. اسمعين جواب السيد ان شاء الله. انا ما اقول لك يعني ضرب القساوه ولا شيء، بس انا خوف اشوفه جاي يخاف مني، فاهم؟ ما ادري شو. تسمعين جواب سماحه السيد. شكرا اختي الكريمه. شوفي اختي، انت وضعتي نفسك في قبولك بهذا الزواج، وضعتي نفسك في امتحان كبير جدا، وهو رعاية الأيتام. رعاية الأيتام جدا صعبة. هذا اليتيم إذا تأذى أو تمرض أو أنه
حس بظلم من عندك ترى هواية زحمه. شوف الروايات في مسألة ظلم اليتيم، الله أكبر الله أكبر. يعني أكو رواية تقول إذا هذا اليتيم حزن وظلم يهتز لذلك عرش الله. فأنت خليتي نفسك في مشكلة كبيرة. ما جاء أقول لك أنت ليش سويت، جين دخلتي في شكل معترك، فلابد أن تتحملي لوازم هذا الدخول. لما دخلتي لهيك مشروع لازم تتحملين لوازمه. لوازمه هو هذا، أن الطفل 3 سنوات شنو يدرك؟ ماذا يدرك الطفل 3 سنوات؟ رسول الإسلام صلى الله عليه وآله يقول اتركه سبعا، خليه 7 سنوات هذا الطفل يلعب، ما يفهم. تقول لي له ليش تقوم، هذا ما يدري لأن القومة هنا مو مكانها. لما يقول ليش ضربت هذا الشيء، ما يدري أن ضرب هذا الشيء يوجب كسرة، ما يدري، لا يدرك ذلك. والآن أكو، شوفي أختي، الآن أكو مراكز فرط الحركة، أطفال عندهم يعانون من فرط الحركة اللي سميتي وكاحة. وعندنا رواية أن الوكاحة زينة بالطفل. الوكاحة معنى الشعب العراقي يعني. لا، الوكاحة يعني الحركة الزايدة. هذا ذكي، الطفل ذكي راح يصير. على أي حال راجعي هالشي مراكز تشوفين شنو اللي يمكن أن الطفل يتعامل به. أما ضربة وتهديدة غلط ولا يصح ذلك، وتحملي تبعات قرارك هذا. سنتم سيدنا، شكرا جزيلا. نأخذ مشاركة أخرى. علي تفضل. يا علي، أبو علي تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهديكم بهذا اليوم، الله يحفظكم. توصل الإمام ولو أنا خارج، بس أبدا أسأل السيد. تفضل سؤالك سيد. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام، أسمعكم، تفضلوا. سيدنا ساوم دائمين عيدة، هاي الأعداد اللي قاعد تصير هسه، هاي القفرسة الإسرائيلية وأمريكا وانكشفت الديمقراطية مال أمريكا. يعني نقول يعني ما هي فتحة من علامات، يعني هسه العرب محتاجة إلى موقف سيدنا. واضح. طيب عندك سؤال آخر أخوي أبو علي؟ والله سيدنا هذا يعني ان شاء الله تسمع الجواب. تحياتنا لك، شكرا جزيلا. اذا يسمح لي عندنا اتصال من عامر. تفضل يا عامر. عامر تفضل اخويا. تفضل عامر عزيزي، تفضل اخويا. السلام عليكم، عظم الله اجركم. عليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله. سيد رشيد، عظم الله اجرك. عين سيد رشيد. واجوركم، اسعد الله ايامكم. بس انا سؤال مسبب غسل واجب، بس هذا الغسل الواجب ايش بيه؟ لا غسل واجب بس نسيت النية وبعد ما مصلي. يعني شنو نسيت النية؟ يعني شنو نسيت النية؟ هو غسل واجب بس نسيت النية بعد ايش ما فكرت. يعني ما قلت النية بلسانك قصدك. ايه واضح. ولا رحم الله والديك. ولا شنو؟ ولا بكلمة أطلب ولا بلساني. زين، ماشي، خير ان شاء الله. تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا للاخ عامر. انا اجاوب الثاني، الاخ الثاني اجاوب عامر، وبعدين نرجع لابو علي. شوف عامر، انا اسف سيدنا المقاطعه، بس لانه عندنا اتصال اخر ايضا ينتظر. اسف جدا. عفوا. تفضل اخوي عوده. سيدي العزيز. تفضل عزيزي انت. الله يبارك فيك. شنو سؤالك عوده؟ اخذت قرض. نعم. من مين؟ يجب علي 15 مليون ب200 بس. على كيفك، صوت مو كلش واضح. اخذت قرض وراها شنو؟ ما سمعت. قرض عميل يجب علي الفلس. يصير عليه خمس، دارت عليه سنه يعني؟ لا ثانيه، بس انا ما سمعت. واضح، تمام، شكرا لك. تسمع الجواب ان شاء الله. سيدنا ردت حضرتك تجاوب على الاخ عامر. لما اتكلم شفت شلون يتكلم؟ نعم، قلق. نعم، يتكلم بعد وهسه لسه ما مصلي، يقول انا منتظر جواب قلق وكذا، وش اسوي؟ هذا شنو؟ هذا عنده وسوسه. نعم. عامر عندك وسواس حبيبي. انت لما رحت الحمام على اساس رحت الحمام؟ عندك غسل. لو امك سالتك ماما وين رايح للحمام، شو تسوي؟ اغتسل. عندك نيه، فالنيه في قلبك موجوده حبيبي، ما يحتاج لا تتلفظ. قال انا ما تلفظتها ولا نويتها. التناوي والنيه بمعنى انه انت ماذا تقصد.
انت لما تروح للمغسله ايش تقصد؟ اقصد اتوضا. لما تروح للحمام ايش تقصد؟ اقصد اغتسل. المن تغتسل لان الله قال. هي النية بسطها حبيبي، بسطها هواية متأذي. روح صلي الآن وذبها برغبتي، روح صلي. أحسنتم سيدنا. الأخ أبو علي سيد يقول الأحداث اللي قاعدة تصير عالميا يعني ألا تتطلب ظهور المنقذ، وهل تعتبر هذه من علامات الظهور؟ ساعد الله قلب إمام زماننا، ساعد الله قلب إمام زماننا. إمام الزمان شنو شاف فيها التاريخ 1200 وكسور سنة؟ شنو شاف من مصائب ومذابح وويلات على البشرية؟ منذ أن غاب الإمام الزمان من عليه حال 1100 وكسور سنة إلى الآن، شنو اللي شافه؟ الله يساعد قلبه. أنت الآن شايف لمدة سنة، أقل من سنة، قضية تصوير ما يجري في غزة مع أنه عظيمة، مجازر عظيمة وصافا مذابح مهولة، ولكن هي هاي الدنيا. الدنيا هي هاي دار ابتلاء ودار امتحان ودار صراع، تمييز الحق من الباطل، صراع الشيطان مع الرحمن، صراع الحق مع الباطل. فشقد احنا لازم نكون صبورين. وتقول سيدي الآن لازم يجي، إذا ما يجي المصلح شائل من نريده؟ لا، شوي شوي. يقول الله سبحانه وتعالى ألقى بذمتنا مسؤولية، احنا كأمة إسلامية سوينا، رب العالمين بعدين يحاسبنا ان انتوا سويتوا، انتوا دافعتوا عن المظلوم، حكيتوا عن المظلوم، انتوا فضحتوا الظالم، انت نشرت منشور، انت ذكرت فد شيء. يعني احنا لابد ان نقوم بهالمسؤوليات في قبال ما يجري للأمة. عسى الله سبحانه وتعالى ان ماذا الله يقول اذا رأى منكم الصدق، الله ينصرنا اذا رأى منا الصدق وينزل علينا النصر. متى ينزل علينا النصر؟ إذا علمنا منا الصدق. إحنا لما وقفنا أمام داعش بالصدق وبإصرار ووقوف شبابنا راحوا، الله ينزل علينا النصر. أما نحاول أن نهادن، نحاول أن نتفق، نحاول أن نصالح، نحاول أن نطبع، نحاول كذا، بلا إشكال رب العالمين يغربلنا غربلة كما هو ديدن الزمان اللي نعيشه وهو الغربلة. أحسنتم سيدنا. الأخ عودة سيد اتصل وسأل عن القرض اللي أخذه، هل عليه خمس؟ ويقول استوني قبضت القرض. لا لا، القرض مو مالتك، القرض مال الآخرين، يعني مال الدولة، فهو مو مالك، يعني ماله الآخرين عندك. فلا يتعلق به الخمس حتى لو دارت عليه سنة. لا، إش قد تسددت من القرض؟ إذا تمسدد من القرض وفلوس القرض موجودة، تخمس المقدار المسدد. يعني كم قسط؟ 4 أقساط، كل قصة 250، يعني مليون. ما دام موجودة عندك تخمسة. أما تقول لا سيدنا أنا سددت من القرض، والقرض سيارة جاء سوقها ويا الأطفال رايح وجاي، أو بنيت الغرفة، ما عليها خمس لأنه قاعد تستخدم. أحسنت، ضمن مؤونتك. بس اسمح لي أكو في مسألة الأخت، سألتني في مسألة الأخت. نعم، آمنة الأطفال. نعم، أريد أقرأ لك كم رواية شوية قلبك حتى يهدأ. الأخت اللي اتصلت علينا، الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: عرامة الصبي في صغره، عرامة يعني الوكاحة، الركض والحركة. عرامة الصبي في صغره زيادة في عقله في كبره. يقول هذه علامة ذكاء، ومو واحد خامل. الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم يستحب عرامة الصبي في صغره، يعني الطفل يحرك أفضل من طفل خامل. الأمهات شيردن واحد خامل. يستحب عرامة الصبي في صغره ليكون حليما في كبره. وهذا أنا شايف بحياتي، أنا شايف أطفال وكح والله العظيم بعد سنة 7 سنوات 8 سنوات صار ذاك الولد المؤدب المهذب اللطيف. واقع أنا شايف، أنا بحياتي شايف. فأصبري عليه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعله حليما ومفيدا في حياتك. صبرا جميلا سيدنا. بالي بالي بالي. تحياتنا الأخت آمنة، والله يوفقها إن شاء الله بالتعامل مع الأيتام اللي معاها في البيت، ويا رب إن شاء الله يتقبل أعمالها. عندنا مشاركة أخرى، مشاركة اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا الغالي،
لو بات أبو الكوستر تطلع عنده زيادة بالأجرة، فيصيح منو يطلب منو يطلب، بعد مرة مرتين ما حد يعني ما حد يقول أنا أطلب، فيخلي الزيادة ويا فلوسه. هذا العمل جائز زين، هو شو يسوي بالزيادة؟ انتهت الرسالة الصوتية، تفضل سيدي. نعم، شوف أخي الكريم، المسافرون على قسمين. أنا أرجو أن أجوبتي لا تصير حرام حلال بس، وإنما أبين المسافرون على قسمين. نعم. مسافر ملتفت، مسافر ما ملتفت، يعني ما يقول منو عده من يطلب، الكل ملتفت، اللي يطلب يقول أنا أطلب. أما بعضهم حاطين هذا شنو الهيدفون، واحد جاي يقرأ ما أدري كذا، واحد ملتفت إلى شباك السيارة طالع برا، ما ملتفت إلى كلام السائق. هنا لازم السائق شوي يبذل شنو جهد أكبر، يا جماعة يحاول أن ينبه حتى الغير المنتبه، مو بس يحكيها مرة واحدة. أحسنت، مو بعضهم يقول سيدنا أنا قلت من يطلب خلاص ده نزل بالجيب، لا، لازم بطريقة حتى غير المنتبه ينتبه وغير الملتفت يلتفت، حتى يبرئ ذمته، حتى يبرئ ذمته. هنا أنا إذا يعني أدى اللي عليه وبعدين هاي الفلوس وين يسوي؟ شو يسوي بيها سيدي؟ إذا واقعا يعني كلهم منتبهين وما داروا بال، فيمكن هنا أنه تنازل عن حقه، هذا أنطى ألف والأجر 500، كأنما هو يريد 500 طهية، ماكو مشكلة. واضح؟ بس أكو شيء آخر هم شوي يلعب بقلبي. تفضل. شن هو؟ أنه قد المسافر ما يدري إيش قاد الكروة، مطي ألف ما يدري 500، فلو تقول له أنت من يطلب، وأنا طيت ألف مو كروتي ألف، يقول لا حجي كروته مو 1500، يقول ها أنا أطلب، ما ملتفت يعني. فلا بد أن تقول أن الكروة كذا من يطلب، هذه كلها لتفريغ الذمة. شوف هذا حتى قلبي يعني يطمئن، ليطمئن قلبي. هنا أنا يمكن سيدنا الإنسان علي أن يدقق أكثر من قضايا النجاسة والطهارة. أحسنتم، حق الناس أهم من هالأمور. نعم، أحسنتم سيد. عندنا مشاركة، أبو حسن تفضل عزيزي. أبو حسن أخوي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك بالزحمة. إحنا المهم نسمع صوتك، تفضل اطرح سؤالك أبو حسن عزيزي. زوجة ابني علوية، أنا عامي وزوجة ابني علوية، يصير أصحلك ربي نايمة بالبيت هي قاعدة وياي. ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ شكرا لك أبو حسن. عباس ويانا. نعم تفضل. عفوا. عباس ويانا تفضل يا عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يشرفك والله يخليك برشيد على البرنامج الطيب. الله يوفقكم إن شاء الله. تفضل، شنو سؤالك عباس؟ نذر شرعي يا امام، شلون شنو قلت بالنذر؟ لا قلت لون العطاش والجرائم لله عليه عائد، اذا سافر وحفظت بالمعه ويا امام قائد. زين، فما ما متاكد وين؟ لون العطاش والجرائم. زين سيدنا، واضح الموضوع؟ لا انت قلت لله عهد، شنو ما افتهم لله شنو؟ علي. لله علي اذا صار فلان شيء اروح للعباس او للحسين، هيك كان نذرك؟ زين، ما ادري العباس والحسين عليه السلام منطقه واحده، ليش بتزورهم اثنيناتهم لو هو شيء ثاني؟ الزهراء مدينه زهراء. خير، تسمع الجواب ان شاء الله. عباس شكرا لك، تحياتي لحضرتك. قبل الاخ عباس، سيدنا الاخ ابو حسن اللي يقول زوجة ابني علوية يصير اطلب من عندها مرات تجيب لي ماي وكذا، يعني لا اشكال في ذلك، انا بابا اذا ماكو زحمه تجيبي لي كذا ماكو اشكال يعني. اما اذا كان من ناحيه الظلم، يعني هي مريضه او هي حامل ومثقل او هي عندها مثلا انشغال وطفلها وكذا، وانت تقول جيبي ماي، وإذا ما جابت ما تتأذى أنت وتصير مشكلة، هنا في إشكال، مو بس لأنها علوية، لا أصلا أن توجد حالة من الفرض على الآخرين بدون داعي، هذا في إشكال. تقول سيدنا أنا بالبيت لازم واحد يخدم الثاني، نعم يخدم بس بدون هذا النوع من الإهانة أو الثقل أو نوع من الفرض.
بالمحبة والمودة والأنس. نعم، فلا إشكال في ذلك بحد ذاته. وكأنه سيدنا على جزئية علوية يعني احتراما إلى ولمكانه. قلت لا فرق بين علوية وأخرى، ولكن أنت على حال لا تقصر يعني لا تفرض، إنما بالمحبة كذا، إذا ما كزح مضاب جيب لي ماي أو لا إشكال في ذلك. سيدنا الأخ عباس، وسؤال عن النذر الشرعي. شوف أخي الكريم، أنت تقول أنا غبت لله علي أن أزور، بس ما أدري العباس أو فاطمة، ما أدري. فلما ما تدري، بس أنت عندك نذر، هذا النذر متعلق النذر، يعني متعلق النذر غير واضح، بس النذر معلوم. هنا شو تسوي؟ من باب الاحتياط تقوم بما أمكن لك. شنو اللي أمكن لك؟ زور العباس، واللي ما تقدر إلى وهو تروح إلى المدينة المنورة تزور الزهراء من بعد، لا إشكال في ذلك. سيدنا هو يعني شق على نفسه مشقة أصلاً. إيه؟ قبر الزهراء عليه السلام غير معلوم يعني. يعني تقول إنه أزورها، خزورها، أخذ الكتاب من حرم الحسين زور الزهراء، لا إشكال في ذلك، يعني ما يحتاج إلى مزيد عناية. أحسنتم سيدنا. عندنا مشاركة أو اتصال آخر. أحمد تفضل عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي، اسمعكم، شنو سؤالك؟ سؤالك شنو أحمد؟ عليكم السلام ورحمة الله. والله ما صوتك كلش مو واضح أحمد، صوتك كلش مو واضح. فهمت ماذا يريد أن يقول. السيد فهم حضرتك. أشكرك. تمام. أحمد أشكرك. آسفين يعني صوتك أحمد. مو عندنا مو واضح، بس السيد فهم. أحمد حضرتك. أشكرك. الأخ أحمد يقول أسلم عليك، ما عندي شيء، ويقول هالهجمة اللي عليك الآن. شوف حبيبي، هذه عادية يعني، ديدا العمل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أكو من يعارضه، أكو من يقاومه، أكو من يسقط الإنسان، هذا إحنا يعني متوطنين عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحصل الأجر والثواب على هذا الأمر. وقوف المؤمنين، وقوف المؤمنين، والدفاع، دفاع المؤمنين، وبيان المؤمنين، ونصرة المؤمنين لبعضهم البعض، هذا جدا مهم، أن ينصر المؤمن أخاه المؤمن. لا. نعم، المعركة كبيرة، معركة وجود، هم يريدوا الإباحية وعلى حال والسقوط الأخلاقي، ونحن نريد الحفاظ على المجتمع والأسرة. هذا النوع ما يعني لا يجتمع، فلا بد من التحدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نقوم بواجباتنا إزاء رسالتنا وإزاء شريعتنا. نعم. أحسنتم سيدنا. سيدنا عندنا تقريبا دقيقتين، ثلاث دقائق أكثر بقليل، وقت إضافي، فشو تحبون تضيفون في نهاية هذه الحلقة من موضوع حضرتك تختاره تجده هو الأهم هذه الأيام؟ في واقع الحال ما ذكره جناب الأخ المتصل الآن، أنه هناك حملة يعني شرسة جدا، شرسة جدا، اتجاه أهل الدين، اتجاه الشريعة، يعني يخرجون على مواقع وكذا ويتكلمون على أن هذا الحكم الشرعي مو مالها اليوم، هذا الحكم الشرعي مال زمن، وإحنا مو بالضرورة أنه ما كان في زمن رسول الله الآن يطبق. هذا النوع من الإهانة ونوع من الاتهام لشريعة سيد المرسلين ولشريعة الله على أنها غير صالحة لكل زمان ومكان، وهذا في واقع الحال نوع من الازدراء العقائدي، ونحن لا نقبل ذلك. لا بد المؤمن أن يدافع عن شريعته، يدافع عن أحكام دينه، حلال محمد حلال. ونحن نعتقد جازمين أن الله سبحانه وتعالى لا يحلل شيئا إلا لمصلحة الإنسان، ولا يحرم شيئا إلا لمصلحة الإنسان. هذا يقيننا بالله سبحانه وتعالى أنه هو الحكيم، والحكيم يضع الأشياء في مواضعها، لما يحرم شيء يحرمه، لما يحدد شيء تحديده في محله، لما يوسع شيء توسعته في محله. فلذلك نحن متعبدون، ويومية في الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، احنا نعبدك يا رب العالمين. والله سبحانه وتعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. احنا متدينين، نحن متعبدون بشريعتنا، فلا بد أن لا نتنازل، ونحاول أن نطالب بحقوقنا الشرعية وحقوقنا الاجتماعية
وهذا أمر على حال علمنا الإسلام وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله. والحسين لم يقف في كربلاء إلا لهذا الأمر، وهو الأمر المعروف النهي عن المنكر. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر وعميق الامتنان لحضرتك على كل ما تفضلتم به، شكرا جزيلا. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، أشكركم، الله يحفظكم، نسألكم الدعاء لنا ولمتابعينا، حياكم الله. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وعلى التواصل على امتداد هذا الوقت، أيضا نسألكم الدعاء، شكرا لنا، لقاء إن شاء الله في رعاية الله وحفظه.